قرارات رسمية قبل امتحانات يناير 2022. طبعا حصل تغيير، ده كان من توجيه اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، ووصل التغيير ده على محافظات جمهورية مصر العربية، وبالتالي كل المحافظات هتتبع التغيير ده، وده النظام ده اللي هيحصل في امتحانات نص السنة بالنسبة لامتحان الإنجليزي لأولى وتانية وتالتة إعدادي. فحاولوا تركزوا معايا بس في التغيير اللي حصل عشان تعرفوا التغيير ده هيبقى إزاي ونظامه إيه. طيب، وحابب أشكركم على تواصلكم وتواجدكم الدائم في القناة، وكمان كم التعليقات والآراء البناءة الموجودة في القناة. الحمد لله ده بيدل على مصداقية قناتكم مستر مانويل. في البداية طبعا في كل الملخصات بالنسبة لتالتة إعدادي كان بينزل إن هيبقى ممكن باراجراف أو إيميل، ممكن باراجراف أو إيميل، ده بالنسبة لتالتة إعدادي، ونفس الكلام بالنسبة لأولى إعدادي، كان بيبقى السؤال الأخير دايما اكتب باراجراف أو اكتب إيميل، لكن وزارة التربية والتعليم توجيه اللغة الإنجليزية وضح الموضوع ده إن خلاص كده هيبقى باراجراف فقط، باراجراف فقط هيبقى. الباراجراف ده زي ما احنا عارفين بيبقى من 80 ل 90 كلمة في أولى وتانية، بيبقى في الحدود دي، أما بالنسبة لتالتة هيبقى 100، من 100 ل 110 كلمة. ده بالنسبة للباراجراف، كده الباراجراف يعتبر موحد من أولى وتانية وتالتة إعدادي، بيجي باراجراف واتلغى سؤال الإيميل النهائي. كمان بالنسبة لتاني إعدادي اتلغى الكلمات اللي هتبقى موجودة، الكلمات اللي تكمل بكلمة في المحادثة اللي هو السؤال التاني في امتحان نصف السنة اللي هو كان بيبقى المحادثة، وبيجي سؤال كامل، يا سؤال كامل يا إجابة كاملة. ودي كانت كل التغييرات اللي أطرأتها توجيه اللغة الإنجليزية على امتحان اللغة الإنجليزية. طبعا تغييرات كويسة في مصلحة الطالب إن تكون حاجة واحدة وموحدة، بحيث الطالب تكون الأمور سهلة بالنسبة له. متنساش اللايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد.